كنقول لكم بان راه كان يعني واحد هنايا زعما نيت اللي ولا بدا بان هذا الشارع اللي عندنا من هنا بدات فيه المشاكل تقريبا منذ عامين هذه، وحنا في ازمه ديال الطريق، لا ولاد المدرسه، دابا الطوموبيلات ما بقاوش كاع السيارات ديال النقل يبغيو يطلعوا هنا، مول الطوبيس كان تا هو راه غير طلبنا باش غادي يبقى يجي، وما تقطع علينا الوسائل ديال النقل. التلامذة كاملين دابا ديال المدرسة راه في محنة، كاملين، لا موظفين دابا ديال القطاع حتى أنا، وعامين دابا منذ عامين أنا وحنا كنعانيو في هذا المشكل هذا، واش واحد الحر كيلومتر و700 بقينا فيه عامين، وحنا دابا في الغيس، الشتا جاية، في الغيس كتقطع الطريق، راه مأساة هذه، راه مأساة اللي ولا بدا منها. ولهذا كنطالبوا زعما الجهات المعنيه باش تبطل باش تفضي لنا هذا المشكل هذا في اقرب وقت. ماشي راه كنطالبوا جميع الجهات المختصات تطلب لنا البال هنا للطريق تفك علينا هذا المشكل هذا. راه الاضرار جميع الاضرار للمنازل دابا الماقيه هي هنا كتخلص الضرائب مشاو لي كليون ديالها من طرف هذه الغبره اللي كتنوض عليهم هما محفرين هذا الشيء ومخلينه. راه ماشي الناس دابا غير يوم الخميس دابا المأساة انت كتشوف شحال من واحد طاح في هاد الحفرات. راه مأساة هادي وعامين هادي صاحبي يعني كيلومتر. يمكن اللي تنعانيو من هاد الطريق راه شي راه ما يزيد على سنة هادي وهما تيحفروا فيها مرة يحفروا مرة يمشيو مرة يحفروا مرة يمشيو والضرر الشجر ديالنا كاع تضرر بهذيك الغبرة اللي تاتي وما تيرشوش طرشان. الشن ما تيرشوش دابا ولادنا صغار تيخرجوا يمشيو للمدرسه راه كل واحد غادي ولده باش يشد ليه اليد باش يدوزوا للمدرسه راهم ثاني غاو النمس ثاني حبسوا شي اربع ايام هادي ولا خمس ايام والديور ديالنا كاع مضروبين بالغبره تنطلبوا من هاد الناس يسرحوا يقدوا خلاص هاد المشاكل راه بزاف هادشي. انا واحد من الساكنه تاع فمودي خويا حنا مضرين من هاد الطريقه هادي تقريبا اكثر من دوزون هادي ما والاشغال فيها تقريبا راه من فمودي تاع ولاد الولاد موسى كامله فيس الجواد ديال لا الموطور لا طوموبيل كلشي اخويا هو تيحلوا هاد الحفر ديال هاد الواد الحر هذا وتيبقاو ما تيبصروش فيهم بين صعبه باش الانسان يتهنى من ولاد هو يتهنى من وسائل النقل وسميتو والتعطل في النقل والتعطل في سميتو في وسائل السير هادشي اللي كنعانيو منه تيخليو هاد الحفاري تيفتحوهم وتيخليهم ما تيخدموش في الحين ما تيخدموش في الحين باش الناس يصيبوا اتساع وفين وسائل النقل ووسائل سميتو هادشي اللي كنعانيو منه هاد الحفاري غارقين بزاف الولاد راهم في الخطر اللي طاح تما راه ما شاء الله لا اله الا الله رسول الله والغبره هذا الشيء اللي تنعانيو منه في هذا الشيء هذا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.